السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اهلا بيكم في القناة. لو لسه جديد معانا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك لو الفيديو عجبك، وبرحب بكل المشتركين معايا في القناة. وعايزة اقول ان انا مبسوطة بكل التعليقات، كمان التعليقات اللي فيها اسئلة بشوفها وهرد عليها كلها بفيديوهات خاصة عن توافق الأبراج، وعن الأبراج اللي في بينها رجوع ولا لا. بس يا ريت اللي يكتب التاريخ، يعني لما واحدة تكتب التاريخ تكتب التاريخ بتاعها والتاريخ بتاع الطرف التاني. هتكلم النهاردة عن برج ايه؟ عن برج الثور. برج الثور، الشخصية الرائعة الممتازة، الناس اللي صبرت كتير وتعبت كتير. عايزة ابشرهم في الفيديو ده، اشجعهم كمان على ان هم يقدموا على كل حاجة عايزين يعملوها. عايزة اقول لهم كمان لو انتوا لسه تعبانين ويأستوا بسبب تعب السنين اللي فاتت، ان خلاص اللي جاي اجمل، ونجاحك هيكون مصيره في ايدك انت. يعني لازم تكون واثق في ربنا، لان الوضع الفلكي هو مش صنع مخلوق، هو صنع خالق. فالخالق اراد لك العدل بعد اختبار سنين. هتكلم معاكم هنا باستفاضة عشان يهمني انكم تفهموا كل حاجة، حتى لو هقول اغلبها في فيديو واحد مش مهم، المهم يوصل لكم معايا. يعني يوصل لكم الطاقة الايجابية والطريقة اللي لازم تتحركوا بيها. تابعوا بس معايا، ومش هتعدي السنة دي غير وانتم محققين اغلب احلامكم وطموحاتكم ان شاء الله. هتكلم الاول عن الفرص المتاحة من الناحية العملية او المهنية، يعني حظك فين وتتحرك ازاي عشان توصل لهدفك او تحقق حلمك المهني او المادي، يعني بشكل افضل ليك. هيكون الأحسن إنك تشتغل من ضمن جروب، يعني شراكة جماعة، بس يكون لو كلهم نفس تفكيرك ونفس طريقة شغلك، يعني عايزين يحققوا حلمهم، جادين في شغلهم. الطريقة دي هتكون ناجحة معاك برج الثور. أو يكون عندك مشروع خاص بيك، يعني تشتغل لوحدك. المهم مش تحت قيادة حد. اللي انا بقوله ده بسبب انه يعني فين الحظ، او فين شغلي، او فين في حظ بيبقى موجود في حاجات ومش موجود في حاجات تانية. فلو انت لوحدك او مكون مجموعة، ده هيبقى كويس جدا من ناحية الشغل، وده كمان هيطور مهاراتك العلمية والعملية. الطريقة دي كمان في تحضيرك لشغلك هتمكنك انك بعد شغل وكده تجني بقى ثمار عملك. هتتعب بس النتيجة هتكون مرضية جدا بالنسبة لك. مع دخول شهر يونيو، ده هيكون بالنسبة لك شهر حصاد ارباح كبيرة نتيجة مجهودك في الشهور والمفروض اللي هي من بداية السنة. الضغوط اللي ممكن تقابلها على مدار الشهور دي بس هتكون ضغوط، يعني عاملة ازاي، يعني خاصة برغباتك الشخصية. يعني عشان تتجنبها ممكن تعمل ميزانية تقلل فيها من نفقاتك، بالذات في اول 5 شهور من السنة. كمان وضعك الفلكي بيقول انك هتحقق جزء من اهدافك واللي كنت بتفكر فيها ومستنيها من وقت طويل. بتحذرك برضو الافلاك من الفترة ولحد نهاية شهر يونيو من القرارات المالية، يعني الامور اللي فيها بيع شراء، تعاقد على حاجة، لان الفترة دي ممكن تصرف مبلغ في حاجة على الفاضي تندم بعدها. فهنا تخلي بالك من حاجة زي كده كويس قوي. يوم الحظ بتاعك هتكون حالتك المادية منتعشة، وهتكون مقبل على مفاوضات مهنية برضو وعقود مهنية جديدة
غير اللي انت بدأت بيها على اخر يونيو ان شاء الله. من ناحية العاطفة هو وقت مناسب جدا لتطوير العلاقات العاطفية، هتلاقيه من بداية الصيف، وبالذات غير المرتبطين رسميا هيكون العلاقات بتاعتهم هتبقى جنسيات مختلفة. بمعنى يعني انت من بلد، الحد اللي هترتبط بيه هيكون من بلد تانية، او العكس انتي برج ثور من بلد، الحد هيكون من بلد تانية، وهتحصل تطورات على المستوى العاطفي وبالتالي ارتباط. الحالي عندك حظ جيد، وعندك حظ جيد علشان الناس اللي بتقول لا مفيش، لا مفيش الشغل، لا لا موجود، بس مفيش حاجة بتيجي لحد عندنا. لما اكون بقول ان في حظ، ده معناه ان انا لما اروح اشوف شغل هلاقي موجود شغل، لما انوي اعمل مشروع شغل الموضوع باذن الله ميسر وناجح وكده. فهو الموضوع بيبقى متطلب في البداية، السعي والبداية منك انت، وبعد كده بتشوف النتيجة ان شاء الله. عندك حظ منتصف، هتكون حاسس انك تيجي عليك فترة كده في نفس الوقت دوت، حاسس انك عايز تقضي معظم الوقت لوحدك كده، كأن يعني قاعد عايز تسمع مزيكا براحتك، تاكل برضو براحتك، يعني كل حاجة عايز تعملها براحتك مع نفسك يعني. والنصيحة ليك انك فعلا تستمتع بوقتك، تحاول تتجنب المشاكل المحيطة وتتجاهلها كمان، وتستمر عشان تستعد للي جاي. فبنقولك انك تحاول الاحتفاظ بأسرارك لنفسك وبس، ما تتكلمش مع حد في اي حاجة. الاحساس اللي هيكون موجود عندك في الوقت ده، يعني البعض منكو يعني هيكون بيمنع في منكو يعني بي بي الاحساس ده بيمنعه عن التقدم او الحركة، يعني هيجي احساس لفترة كده بسبب وضع للكواكب معين، انك عايز تفضل لوحدك، قافل على نفسك، برضو بتقضيها اكل وشوكولاتة وكده. ساعات بتحس انك زعلان على نفسك. عايز اقولك يا عزيزي برج الثور، صدقني ده الوقت المناسب انك تغير كل حياتك، الفرص مش بتيجي كتير، فهو ده الوقت المناسب انك تغير كل حياتك وتتجاوز اخطائك اللي فاتت. يعني كل اللي فات قعدنا كتير، كان في ظروف صعبة كتير في اوقات كتير، لازم تتجاوز كل ده، ولازم تتقدم لقدام، وتخلي بالك كويس من اللي حواليك، وبرضو تفضل محتفظ بأسرارك، خصوصا اللي انت عارف انهم حساد، لانهم ممكن يعني الناس اللي بتحسد انتوا عارفين ممكن يخلوا حياتنا جحيم بعد الشر يعني. فلازم تخلي بالك، ولازم تفضل برضو محتفظ بأسرارك لنفسك. الشهر ده مليان مفاجآت، هتكون مستمتع جدا بنجاحك. بلاش في الفترة دي تقلل من شأن نفسك في بعض الأمور، لأنها هتتغير خلال الشهر ده. يعني لو حد كده مثلا عايز يخس يقلل وزنه هيقدر يعمل ده بكل سهولة، أو أي حاجة تانية تجميلية شخصية بيفكر فيها، هيكون ده وقت مناسب جدا ليه ان انت تعمل كده. كمان وقت مناسب عشان تعبر فيه عن افكارك بكل ثقة. ويجي بقى الصيف وتكون حالتك المزاجية كويسة جدا، وبالذات في الحب، بالذات قلنا ان هيكون حالتك المزاجية كويسة في الحب، ان هتعمل تغيير لستايلك وستايل لبسك، يعني شكلك العام كده كله هتعمله تغيير، هتحس بسعادة، هتحس باطمئنان وسلام داخلي. كمان هقولك ان الحياة بتمنحك فرص كتير مع كل يوم جديد، اهم حاجة الحركة، عندك فرص كتير مع كل يوم جديد. كل اللي بيشغل تفكيرك في الفترة دي
هيعدي على أكمل وجه، وممكن كمان تقابل شخص يكون ليه أهمية خاصة في حياتك. بس خليك فاكر إننا اتفقنا إنك تحافظ على أسرارك، هتكمل على كده وبحرص على إنك تخلي الصفة دي فيك، عشان طريقك هيكون مليان حساد على أوغاد. فخليك حذر، طبعا كلنا عارفين إن الدنيا فيها الحلو وفيها السيء، يعني على ده وعلى ده. ففي منتصف شهر ممكن تحصل شوية تغيرات مش هتعجبك، في معظمها هتلاقي شوية عوائق وكذا مشكلة، كذا مشكلة هتلاقيهم في علاقة واحدة، يعني في علاقة واحدة على الأقل، هتلاقي الكذا مشكلة في علاقة واحدة من علاقاتك. الأمور مش تمام معاك قوي، وده بيكون لسه فيه تخبطات شوية من الشهر اللي قبليه، في شوية مشاكل، خصوصا كمان المتجوزين أو المرتبطين هتبقى فيه مشاكل، ممكن تدخل في نقاش حاد وهيكون حاد جدا، وهيكون مع حد من الشخصيات المهمة في حياتك، يعني مش حد كده، تكون نقاش في حقيقي من الشخصيات المهمة في حياتك. وهيكون عندك ظن في الفترة دي كمان انك هيجيلك احساس ان محدش بيحبك، فهيكون ده مش حقيقي. وحاول في الفترة دي ما تقولش حاجة تندم عليها بعدين.